بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي، اليوم إن شاء الله نلتقي في حلقة استثنائية جديدة، وهي حلقتنا اليوم تهم المواطن في شقها الأغلب. والنهاردة بنعمل حلقتنا دي للمواطن اللي عايز بيشتري أي عين ومحتاج يحرر عقد بيع له، يعني بنتكلم عن كيف تحرر عقد بيع. وطبعا كما ذكرنا في حلقاتنا السابقة رجعوها بشأن عقود البيع، نكتب عقد البيع حسب الاتفاق الحقيقي اللي تم بين أطراف العقد. يعني كأننا زي ما دايما نقول في حلقاتي ايه، كأني بصور العين اللي بشتريها على الورق، حدود بيانات واضحة، المساحة، الحدود الأربعة، بحري، إبلي، شرقي، غربي، القطع إذا كانت أرض زراعية، أو وصف المنزل بالرقم بتاعه بالشارع بالمدينة بالمحافظة الموجود فيها، ووصف المنزل نفسه إذا كان دور أرضي ولا طابق أو اتنين أو تلاتة. كل هذه الأوصاف كأني بصور العين المبيعة على الورق زي ما دايما أقول. والنهاردة إن شاء الله هنعمل نموذج عقد بيع، ولكن عايز أوضح بعض الجزئيات قبل ما نكتب مع بعض العقد. يعني النهاردة هنمسك القلم كده ونكتب عقد بيع مع بعض. احنا الاول بتبتدي في تفاصيل عقد البيع. اما بتبتدي تكتبه المفروض عندك مسودة اتفاق اللي انت هتكتب منها العقد، اللي هي ايه؟ تاريخ العقد ايه؟ الاطراف اللي بينهم العقد هيحرر ايه؟ البائع والمشتري اذا كانوا واحد او اكثر مشتري، او واحد او اكثر من البائعين، الاطراف اطراف العقد. وعندك مسودة معمولة او ورقة كاتبها بملخص الشيء المبيع، وتحدد فيه اوصافه زي ما انا لسه بقول بدقة، وكأنك بتصوره على الورق، سواء كان ارض فاضية معدة للبناء او ارض زراعية او عقار مبني، بتكتب التفاصيل بتاعته في عقد البيع. كمان بيبقى عندك المفهوم عن الثمن المحدد، ثمن المبيع، وهيدفع ازاي؟ هل هيدفع دفعة واحدة في مجلس العقد؟ هل يؤجل منه جزء عند التسجيل؟ هل مضروب له اجل هيدفع فيه الجزء التاني؟ وهل العقد هيحرر بين الطرفين خالص التمن وتحرر بالجزء الباقي ايصال منفصل او اقرار منفصل بان باقي من تمن العقد كذا؟ كل ده في ايدك تعمل كل شيء. انت دلوقتي بتفصل عقد بيع وبشروط قانونية حسب القانون ما عايز، وبتفصله حسب اتفاق وهوية الطرفين. يعني هم عايزين الاتفاق يكون ايه؟ هل العقد هيسدد ثمن المبيع في المجلس كاملا، او هيسدد جزء منه وجزء هيتبقى لموعد سنة او اكتر، او مضروب اجل له متفق عليه بين الطرفين، وهنكتب ده في اقرار منفصل بان باقي من ثمن المبيع في العقد المؤرخ بتاريخ كذا كذا المتضمن بيع كذا 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 بين فلان وفلان، بنكتب اقرار او اتفاق منفصل عن عقد البيع بان باقي من ثمن المبيع كذا، عشان نعمل العقد خالص الثمن يقدر ينفذ بيه اللي هو عايزه المشتري، سواء رفع بيه دعوى صحة ونفاذ، او التجأ لاجراءات تسجيله، او اتخذوا في اي اجراء اخر، يبقى العقد خالص التمن يقدر يتصرف به. لان العقد اذا كان معلق عليه شرط في التمن ان لا تنتقل الملكية الا بعد سداد باقي التمن وقدره كذا ومحرر في العقد، يبقى زي ما اتفقوا في العقد برضو الملكية مش هتنتقل الا لما يدفع الباقي، ويبقى العقد كده معلق على شرط وتنفيذه معلق على شرط اللي هو استكمال ثمن البيع المبيع. ولذلك الجزئية دي هامة جدا التمن. يبقى اول حاجة قلناها انك انت الخصوم، وبعدين اللي بتحدد الشيء المبيع، وبعدين الثمن المبيع، وبعدين سند ملكية البيع. سند ملكية البيع هو اللي بيبيع لك العين ده، اصل ملكيته جاتها منين؟ اشتراها ولا ورثها ميراث شرعي، ولا جات له منين الملكية دي عشان يبيعها؟ لان فقد الشيء لا يعطيه، ما كانش مالك هيملكك ازاي؟ يبقى لازم يكون في سند ملكية للبائع لك.
كمان انت لازم تبقى عندك معاينه على الشيء المبيع، ما تشتريش حاجه مجهوله. انت بتروح تعاين الارض او بتعاين العقار اللي بتشتريه، والعقار اذا كان بالاعمده الخرسانيه او حوائط حامله واكتر من دور ولا دور واحد ولا دور ارضي، والارض الزراعيه اذا كانت ارض تصلح للزراعه ولا ارض بور، وكمان الارض الفضاء تصلح للبناء ولا تقيس مباني او غيره. كل هذه الاوصاف لازم تعينها على الطبيعه عشان تبقى بتشتري شيء واقعي، ما بتشتريش سراب. تبقى عارف فعلا ان المبيع او اللي انت بتتعاقد عليه موجود فعلا في الحقيقه، ما بتشتريش حبر على ورق او سراب. كمان لابد انك تتفق مع البايع ان هو يضمن التصرف بتاعه ويضمن تعرضه وتعرض الغير لك في الشيء المبيع. وبعد كده انت بتبقى متفق على طريقة استلام المبيع، هل هتستلمه دلوقتي حال تحرير العقد، ولا هل التسليم مؤجل الى موعد لحين اخلاء المبيع، ولا هيبقى في اي اتفاق اخر. كل الشروط دي لازم تتفق عليها. كمان طبعا عشان ما تختلفوش وترجعوا نخش في نزاع قضائي، لابد انكم تكونوا اتفقتوا على شرط جزائي مقدر عادل على حسب قيمة المبيع. الشرط الجزائي ده بتقول فيه ان الشرط الجزائي ده يلتزم به الطرف اللي اخل بالتزاماته العقدية للطرف التاني المفروض ان الالتزامات دي لمصلحته. يعني اذا اخل بالتسليم في الموعد المحدد، اذا اخل باي شيء من المتفق عليه في عقد البيع في القيام به والتنفيذ به في موعد المحدد، ده يبقى اخلال ببنود العقد، وبالتالي يستحق الشرط الجزائي للطرف المضرور في هذا العقد. وبالجملة يجوز صياغة العقد في أي بند بنود الفاعة عليه بين الطرفين حتى لا يكون هناك خلاف بين الطرفين في بنود العقد، لأن العقد شريعة المتعاقدين والحجة بينهما يتم اللجوء إلى بنوده في حالة حدوث خلاف بينهم ولا قدر الله. وطبعا إذا كان ده عن عقد البيع هيكون لنا لقاء اخر ان شاء الله عن عقد المقايضة باذن الله. احنا هنبتدي دلوقتي ان شاء الله ونكتب عقد بيع مع بعض عشان نبين انت هتكتب عقد البيع ازاي. هنبتدي بقى كده نكتب عقد بيع. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد بيع ابتدائي. ونقول بقى انه في يوم اللي هو اليوم، اذا كان النهاردة مثلا هنقول يوم السبت مثلا، هنقول الموافق ونكتب التاريخ بتاع العقد. انه في يوم كذا كذا بناحية كذا قد تحرر بين كل من، ونبتدي نكتب بقى الطرفين البايع والمشتري. السيد واحد، السيد فلان الفلاني المقيم بناحية كذا محافظة كذا، ونكتب كده قدامه ايه طرف اول بائع. ونكتب طبعا انا ماسك كده بطاقة الرقم القومي، اكتب منها كل البيانات بتاعته تفصيلا من واقع بطاقة الرقم القومي اكتبها في العقد بتاعي ده بالنسبة للبائع. وكذلك الامر بالنسبة للمشتري اتنين، لان كل واحد عليه التزامات في العقد. السيد فلان الفلاني المقيم بناحية كذا، برضو بيانات بطاقته كاملة، طرف ثاني مشتري. وبقول بقى ايه تمهيد. التمهيد ده اللي انا بكتبه في العقد ده، انا بوصف وصف كامل للمبيع كما لو كنت اصوره على الورق، زي ما انا دايما اقول على الورق، اللي هو ايه اللي هي بنقول مساحته، حدوده الاربع حدود، طبعا حدوده الاربعة، القرية او المدينة والمحافظة، وطبعا اذا كان ارض زراعية بكتب رقم الحوض والقطعة اللي فيها الارض اذا كانت ارض زراعية. ده بالنسبة
للتمهيد. انا عملت التمهيد ده ليه؟ لان التمهيد ده ما عودش اتكلم عن كل مضمون العقد في كل بند واقول ان انا ببيع كذا وببيع كذا فبنعمل التمهيد عشان كده. هنقول بقى اولا يعني بعد ما خلص التمهيد هقول ايه؟ حيث اقر الطرفان، وطبعا ممكن الطرفان دول ممكن يكونوا 4 بايعين ولا 5 ولا 10 حسب الاحوال، او ورثه بيبيعوا او مشترين بيشتروا اكتر من واحد حسب العدد انا بكتبه في الاطراف زي ما انا قلت قبل كده. حيث اقر الطرفان بكامل اهليتهما، وطبعا اذا كانوا اكتر يبقى اقر الاطراف بكامل اهليتهم القانونيه للتعاقد والاتفاق، واتفق او حسب الاحوال اتفقوا على الاتي: اولا هنيجي بقى نخش المضمون العقد وصف البيع، باع بمقتضاه يعني بموجب العقد اللي احنا بنكتبه ده الطرف الاول الى الطرف الثاني ما هو العقار الوارد بالتمهيد الصادر في مقدمة هذا العقد والذي يعد جزء لا يتجزأ من العقد. يعني بنقول ايه؟ التمهيد اللي انا كاتبه فيه بيانات الشيء المبيع فيه اول ما بكتب العقد، بقول ممكن اقول في الاول ان التمهيد ده جزء لا يتجزأ من هذا العقد. انا يعني انا الديباجة مش مفروض عليا او مفروض عليا باي قانون انا اكتبها، انا اكتبها زي ما انا عايز، المهم ان مضمون اللي انا بكتبه يكون موجود في العقد، ان التمهيد ده جزء لا يتجزأ من العقد. اكتبه في نفس البنود، اكتبه في بند لوحده، انا حر. اولا باع، ادي الشيء المبيع اتكلمت فيه اهو. ثانيا هنتكلم بقى في الثمن. كان هذا البيع لقاء ثمن وقدره، هنكتب بقى ثمن المبيع ايه؟ جنيه بالحساب، واكتبه فقط، وتكتبه بقى بالعربي مثلا ايه، نقول ايه مليون جنيه مثلا على سبيل المثال، بكتب ثمن المبيع، واكتب بقى اللي انا شرحته في بدايه الحلقه وانا بتكلم اللي هو ايه، هسدد الثمن ازاي، اكتب طريقه تسديد الثمن، هل هيسدد كاملا؟ وهنقول ايه لو هيسدد كاملا؟ بقول ايه، وقد اقر البائع باستلام ثمن المبيع كاملا حال تحرير هذا العقد وفي مجلسه. يبقى كده البائع لو هيقبض الثمن كاملا في مجلس العقد بكتب الكلام ده انه خده كامل، لو هو مش هيقبض الثمن زي ما قلت في اول الحلقه بقول ايه، هيتبقى منه مبلغ كذا مثلا 50,000 هيدفعوا بعد 6 أشهر او بعد سنة او في تاريخ محدد بحدده برضو في العقد ان الملكية لا تنتقل الا بعد سداد الثمن، وبالتالي بعد كده هضطر ان انا اغير العقد تاني عشان اعمله عقد خالص الثمن بعد سداد الباقي. بعد كده بتكلم بعد ما قلت الثمن اتكلم بقى اقول ثالثا، اتكلم بقى عن الجزئية المهمة اللي انا قلت عليها سند الملكية اللي هو نقول ايه، اقر البائع بأن ملكيته للمبيع قد آلت إليه بموجب نقول مثلا الميراث الشرعي عن والده المرحوم فلان الفلان،
وبنقول بقى اي سند ملكيه سواء بالميراث الشرعي او بالشراء من فلان الفلاني بموجب عقد بيع رقم بتاريخ كذا وصدر بيع حكم محكمه رقم كذا. لا لازم اكتب اللي هو نقول ايه تفاصيل سند الملكيه للبائع. رابع هنكتب ده بقى اقرار على المشتري يقر الطرف الثاني اللي انا شرحته بقى في معاينة المبيع الثاني المشتري بمعاينته للمبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقبل الشراء على ذلك. دي جزئية مهمة جدا. ليه؟ عشان لا يجي يقول في عيوب خفية. ده انت بعت لي بيت قلت له دورين ولقيته دور واحد. لا ما انت قبل ما بتشتري بتروح تعاين وتشوف البيت دور ولا دورين ما ترجعش تفاصل فيها بعد كده. خامس الضمان بقى ان هو يقر الطرف الاول البائع بان المبيع خالي من كافة انواع الديون والرهون سواء كانت عينية ام عقارية لجهة حكومية او افراد. يعني ده اقرار بيقر المبيع البائع ان الشيء المبيع او العين المبيعة ما عليهاش اي ديون ولا جايب عليها اي قروض او مرهونة او مديونة لاي حد سواء كان لجهة حكومية او لافراد حسب الاحوال. ده تمام بالنسبة لإيه؟ لإقراره بأن مفيش لديون ورهون. سادسا يقر طرف الأول البائع بأنه يضمن تعرضه وتعرض الغير في ملكية وحيازة الطرف الثاني للمبيع وانتقال الملكية إليه من تاريخ تحرير هذا العقد. ده بيقر ان مفيش اي مشكلة عنده وان بيضمن ليه تعرضه وتعرضه الغير. لانه ممكن يكون مثلا بايع العين لحد تاني او اقر باي حقوق عينية او حقوق مادية او اي شيء من هذا القبيل على العين اللي بيعها لك وتيجي بعد كده تتصدم مع الطرف التاني اللي هو مش ممثل في العقد ان هو بينزعك في حقوق على العين اللي انت بتشتريها. عشان كده بنقول عقد البيع مهم جدا انك تركز في البنود بتاعته. هتيجي بعد كده تقول سابعا يقر الطرف الاول بالتزامه اللي هو البائع بقى بالحضور امام المحكمة المختص او الشهر العقاري المختصة واي جهة حكومية للتصديق على العقد النهائي.
وطبعا اذا كان هناك مرافق في العقار بتكتب من خلال العقد اهوت كل شيء بتكتبه عشان تريح دماغك. ثامنا، يلتزم الطرف الاول بموجبه بنقل المرافق من كهرباء ومياه وغاز وأي مرافق أخرى إلى الطرف الثاني. عشان هتروح تتعامل يقول لك عداد الكهرباء مش باسمك، عداد المياه مش باسمك، وجع دماغ هتروح تقابله مع المصالح الحكومية عن المرافق، لا هو يتنزل لك عنها عشان تتنيل اصلا تبقى باسمك، يبقى الايصالات صادره باسمك ويبقى ملكيتك للمرافق مطابق ملكيتك للعين المبيع. طبعا احنا اتفقنا على البنود دي كلها. نيجي بعد كده نقول ايه بقى؟ تاسعة، هنتفق على الجزئيه المهمه اللي احنا قلنا عليها بقى المفصليه في الموضوع، الشرط الجزائي. اتفق الطرفين على شرط جزائي قدره نقول مثلا 50,000 جنيه يسددها الطرف الذي يخل بالتزاماته إلى الطرف الثاني. طبعا ايه وما يستحق بقى بعد ذلك؟ بعد كده بتني بتقول ايه؟ بتني بقى احنا خلصنا بنقول العقد، هنني بقى العقد نقول ايه؟ قد تحرر هذا العقد، قد تحرر هذا العقد بإرادة حرة واتفاق بين الطرفين، وزي ما قلت حسب عدد الاطراف اللي بعمل بينهم العقد، وعلى يد شهود والله على ذلك شيء. الطرف الأول، الطرف الثاني، شاهد أول، شاهد ثاني. طبعا إذا كان الطرف الأول أكتر من واحد بيكتبوا، يعني ده توقيعاتهم، بيتكتب الاسم والتوقيع حسب البطاقة ويكتب اسمه زي البطاقة مش فورمة ما نعرفش نقراها. ونفس الحكاية بالنسبة للطرف الثاني لو تعددوا، نفس الحكاية اللي بيمضي يكتب اسمه ما يعملش فورمة زي فورمة البنك عشان بعد كده نقدر نقراها ونحتاج بيها. وإذا كانت شخص خطه عاجز او ما بيعرفش يقرا ويكتب او بيستعمل ختم حديد، الافضل انه يبصم بصباع ايده، افضل يبصم بالابهام بتاعه على العقد ويحدد البصمه بتاعته. واذا كان شخص بيمضي بايده الشمال نكتب قدام التوقيع بتاعه ان التوقيع بايده الشمال، عشان ممكن يجي بعد كده يعمل لي توقيع باليمين يقول لا ده مش توقيعي، لا نكتب ان التوقيع بايده الشمال. ونفس الحكايه الشهود اللي حضروا مجلس العقد وشافوا واقعة البيع وشافوا الاتفاق وحضروا تسليم ثمن المبيع وحضروا كل شيء في العقد يمضوا على العقد كشهود للطرفين. ليه؟ لأن وقت اللزوم لما نيجي نحتج بالعقد ده في المحكمة لا قدر الله بتستدعي المحكمة شهود مجلس العقد عشان يقولوا هل تم فعلا دفع الثمن ولا ما تمش دفع الثمن، هل هناك أشياء مؤجلة وأشياء مستحقة، أو ويقولوا تفاصيل التعاقد اللي تم في حضور. وبكده نكون إن شاء الله عملنا عقد بيع كامل العناصر ومنتج لأثره بإذن الله، وإن شاء الله يتم على خير بإذن الله. وبكده نكون أنهينا حلقة النهاردة في إزاي تكتب عقد بيع، ودهنا كتبنا عقد بيع وربنا يوفق بإذن الله.